بلدنا بلد صعب، بلد ما معكش فلوس ما تعيش، وقانونها قوي ياسر، معاقه عنا حكومه معقده، فهمتها؟ الشباب حقه ضايع، تقرا 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 في الاخر تقعد بطال. صعيبه بلاد، ما عندكش اكتاف ما تعيش، وقليل الجهد يموت بلاد. الحل يا صبر وتلقى عمرك وفي سيكوند سوليسيون، يا تلقى تحل الهجره، والحل الثالث يا تموت، يا تسكت يا تشوف يا تسكت، وحقك معدوم. انا قررت الهجره لحد امر اللي نزلت ايطاليا، اخذوني مساكوني، انا قاعد كده في الكارتا مركز استقبال بتاع الطفوله اللي هما اقل من 18، استقبلوني اخذوني، قال لي اسمك لقبك عمرك كلش، اعطيته له سافا ضرب قيد. دخلت كتير في روما هنا في كومينتاويات، استفدت كتير، استفدت كرعايه كتير حاجات، يعني يقفوا معاك، عندك حاجه تحب تعملها يعاونوك فيها، تعلم كل حاجه، يعني يخلوك تندمج مع المجتمع. قادر برشا عبيد نعرفهم معايا حتى ان كانوا اصحابي ما عندهمش، يعني جاي لهنا علشان مستقبل، يعني جاي عايز يشوف مستقبل، عايز فلوس، عايز حاجه، يعني اضطر روحه بشي يوصل لك، يعني عنده فاميلته، هو كل ما يتكلم فاميله هم عايزين حاجه، عايزين كده عايزين كده، فهمني؟ يعني هو اضطر، يعني حتى كان في الكوميونيتا مسؤول يعني ورايد وبرعايه الدوله، يعني هو في دماغه يقول لك انا نحب فلوس نجيب فلوس نخرج، خلينا نمشي نجيب فلوس، وطريقه هو باش يخرج يجيب فلوس من غير اوراق ولسه تحت 18، ما نجم يعمل حتى شيء، كان السكه الوحيده اللي هي ترويج الدروقه. الطريقه ذي يوصلك في برشا حكايات. انا دخلت في الموضوع، انا عندي سواد ممكن تقوله، بس الحمد لله نضيف تو. انا غلطت وخلصت ودفعت انا على الغلط نتاعي. الخطا ده بطبيعه فادني، انا خطره ذي الخطا ذي اللي انا عملته، الغلطه اللي انا عملتها عاونتني برشا حكايات، باش تعرف على برشا عباد، باش هم يعاونوني باش نشد مستقبلي، باش نشد مستقبلي في الطويل، باش نبدل من مسيره حياتي. الغربة بالنسبة للواحد صغير كيفي أنا، معناها الغربة مسؤولية كبيرة، واحد يحمل المسؤولية من صغره، معناها يشوف مستقبله. أي واحد في غربة في أي بلاد في العالم يعني يحس بغربة، بعيد على بلاد وبعيد على فاميلته، يحس بالوحدة. لو زمان رجع بيا لتيري نعاود اللي عملته، وعادي نعمل اللي عملته، وعارف أنا اللي يستنى فيا تو معناها الغربة، يعني كي خارج من البلاد عارف واحد اي واحد شنو يستنى فيه، مش في يلقاها جنة الغربة، الغربة ما هي جنة، ما هيش كما تتمنى انت. انا اصلا من الاول في بالي تالي مش الجنة، عارفها وعارف مشاكلها وبرشا حكايات، بس واحد استنى يعني واحد صبر ولاباس والحمد لله، معناها مش باش يعمل خير من البلاد، احسن من البلاد كديمقراطية كمعيشة كثقافة كمعاملات كأي حاجة كنظافة يعني باحترام البلاد، يا بلادي بيها يا عزيزة وعليا تونس، مي باحترام البلاد تم شباب ضايع في البلاد، معناها مش بلادي.